وحول انقطاع الماء عن قضاء تكريت، قال مدير ماء القضاء المهندس وليد خالد عبد الرحمن إن أعمال الصيانة بأحد الأنابيب الناقلة تزامنت مع حدوث عارض على أحد خطوط الكهرباء استمر لإحدى عشرة ساعة، مؤكدا عودة ضخ المياه مجددا للأحياء السكنية بالقضاء. إن سبب انقطاع الماء عن مدينة تكريت يوم أمس هو بسبب حصول عارض على خط الكهرباء من الساعة الثالثة صباحا، واستمر العارض حتى الساعة الثانية ظهرا. بالحقيقة قبل هذا العارض احنا يوم أول أمس كان لدينا صيانة بالخط الناقل قطر 300 ملم اللي يغذي منطقة القادسية، مما اضطررنا إلى إطفاء المشاريع لغاية صيانة هذا الخط. تزامن معها في اليوم التالي حصول الانقطاع بالتيار الكهربائي. طبعا احنا مولداتنا بالمشاريع كانت تعمل، لكن مولداتنا تعمل بنصف طاقة كون انه مشاريعنا طورناها وكبرنا كمية انتاجها بسبب الكثافة السكانية اللي اصبحت موجودة في المدينة في الآونة الأخيرة. والحمد لله طبعا تم إعادة التيار الكهربائي إلى مجمعات ماء القادسية والديوم، وتم ضخ الماء بشكل مستمر. أما في داخل مدينة تكريت لا توجد، كانت هناك شحة فقط في مجمع استثماري اللي هو مجمع دريم سيتي، كانت بعض الدور لا يصل إليها الماء. تم معالجة الموضوع بالسيارات الحوضية، والحمد لله اليوم العمل مستمر في جميع المشاريع وكوادرنا كلهم مباشرة بالعمل، والمشروع يعمل بكامل طاقته، وإن شاء الله ساعات قليلة وتنتهي الأزمة اللي حصلت.